طبعا هذا الاستحقاق الانتخابي للمرأة يعتبر طبعا من أساسيات أحداث التغيير لدى المرأة، ولكن احنا ما لاحظنا في الفترة ما قبل العدد التنازلي للقرب موعد الانتخابات أن المرأة كانت متكاتفة بشكل غير عادي في المواكبة، في من أجل أن هي تكون مسجلة في سند مراقبة الانتخابات، وأن هي أعلنت بصفة عامة ترشحها بشكل عام للانتخابات البرلمانية. ولكن بقرب من العدد التنازلي لل 24 ديسمبر ما رأيناه على الساحة أن المرأة للأسف الشديد أنها تقاعس عدد النساء المترشحات. لا ندري ما السبب في ذلك، أن هي فرصة تاريخية من أجل مطالبة المرأة بحقوقها، من أجل إثبات المرأة دورها المهم، من أجل إيصال صوتها، أيضا من أجل إحداث التغيير على الساحة البرلمانية. يعني من المهم جدا المشاركة الفعالة للمرأة. طبعا هذا الاستحقاق يعتبر استحقاق تاريخي للمرأة، فأنا أتمنى أن المرأة أن هي تواكب هذا الاستحقاق وأن تكون موجودة في الساحة البرلمانية من أجل إيصال صوتها وإيصال هذه الرسالة، ومن أجل إحداث التغيير، من أجل المساعدة في صنع القرار وإحداث التغيير في البلاد. نحن كل ما نتمناه أن الدور الإيجابي للمرأة هو العمل على أن هي ما تحرم نفسها من هذا الاستحقاق. أتمنى أن هي تكمل هذه المسيرة، يعني التي من شأنها أن تكون منصفة مع الرجل. يعني أنا من وجهة نظري ممكن البيئة، ممكن العوامل الأخرى الاجتماعية هي التي أدت إلى تراجع المرأة عن هذا الاستحقاق. يعني ما هو كل أنت عارفة أن الترشح للرئاسة البرلمان كل مدينة لها كوتا معينة أو لها عدد من مقاعد المرأة يتحكم فيها العدد، يعني فأعتقد أن فرص كافية المطروحة حاليا فرص كافية لهذا الاستحقاق، لأن هي محكمة بعدد محدد. يعني ما نقولوا نحن 400، أعتقد أنها لن تكون 400 في مقاعد الانتخابية بالتأكيد، ولكن أعتقد أن عن مدينة بنغازي ممكن 4-5 في هذا الصدد، أعتقد يعني بالنسبة للكوتا. يعني بخصوص وجود المرأة خارج نطاق الكوتا، يعتبر هذا من فرص النجاح للمرأة حتى تسجل لها نقطة إيجابية وتحسب لها أن المرأة القادرة على العطاء، المرأة المتميزة، المرأة التي قادرة على تحديث التغيير، قادرة على تحديث إيصال صوتها. وجودها خارج الكوتا أو وجودها في الإطار العام، أنا أعتقد أنها صورة ممتازة جدا وفرصة إيجابية لصالحها. أما بخصوص ضعف ترشح المرأة للرئاسي، أعتقد أن المرأة قد لا ينقصها هذه الخبرة، ولكن في ظل الانقسام السياسي المتواجد على الساحة الليبية حاليا لا يسمح بهذه الثغرة، وأيضا أن هي تعتبر خطوة سابقة يعني في تاريخ ليبيا. لم يسبق لدولة ليبيا أن المرأة تقود البلاد. بالنسبة للمرشحات النساء، يعني لا بأس بهن، يعني ما فيش غلط، وكان يعني المرأة ترشحت يعني كيفها كيف الرجل. بالعكس، يعني أنا نحس أن المرأة لازم تكون في جميع المجالات. هي النسبة أنا تمنيت أكثر، تمنيتها يعني نفس الرجل. لا ناجحة المرأة، أنت شوفي الانتخابات المرة اللي فاتت، يعني بالعكس يعني مجهودهن يذكر صراحة، يعني ما فيش ونجحت أنا نقول. قضية مهمة بالنسبة لليبيا وهي الانتخابات، تعتبر نحن الانتخابات 24 ديسمبر منعطف خطير بالنسبة لليبيا مقارنة بالانتخابات الفائتة، مش هنحكي عليها، لكن الانتخابات والترشيحات بالفعل كانت المرأة يعني متفائلة، وحتى في الرئاسي يعني قلنا مش هتخش أي واحدة في الرئاسي، ولكن الحمد لله أثبتت جدارتها وخشوا حتى في الانتخابات والترشيحات الرئاسية.
لكن أنا اليوم باش نقول المعوقات اللي صارت خاصة للمرأة الليبية اللي تبي تترشح وعندها طموح وصادقة وتبي يعني بالفعل تخدم بلادها. المعوقات أول حاجة التسجيل، مع أننا درنا توعية وعلى نطاق واسع، لكن للأسف الشديد الأغلبية خذلونا وقالوا نحن سجلنا، لكن هم مش مسجلين، هم مسجلين من مرة الأولى. التسكيات نفس القصة، يعني اللي جيت تدير على أساس تشوف وتتأكد أنها هذا مسجل أو غير مسجل تلقى للأسف الشديد غير مسجل. جمع التسكيات فوق حتى من 300، هم يبوا 100 هم فوق، لكن للأسف كلهم الأغلبية ما نقولش كلها غير مسجل إلا القليل. كلها الاتجاهات نحن نوهنا على القبلية والجهوية وهذه، ولكن هذه هي المعوقات الفعلية. دفع المبالغ يعني بالنسبة للتسكيات وختمها من المحامي أو من محرر العقود، يعني مبالغ خيالية، يعني تصل لعند 5000. يعني لماذا هذا الرقم أو هذه يعني المعوقات الكبيرة المادية ونحن في فترة وفاء حرجة؟ بالعكس، المفروض المحررين العقود يعرفوا حدودهم. يعني نجد أن هذه المعوقات الرئيسية والأساسية بالنسبة للمترشحين والمترشحات ومعولين على أبنائنا وبناتنا الليبيات، أن المرأة الليبية قوية خاصة في هذه الظروف، وتتمنى أن تستقر ليبيا وتستقر لكي يستقر أبنائها ويأخذوا فرصتهم في جميع المجالات، التعليم والصحة، ولهذا ستناضل وتكسب القضية بإذن الله.